Next presentation today with us, Future in University, that will be presented by Dr. Saif. Hello. So, hello, ladies and gentlemen. I'm very happy to be here. Actually, دي أول مرة ليا في EduGate. I'm very excited to present at EduGate. So, my name is Saif Al-Hadidi. I am lecturer, مدرس صيدلة إكلينيكية. هنتكلم يعني إيه صيدلة إكلينيكية كمان شوية. At Future University in Egypt, which is partner of University College Cork, Ireland. We, I am task force silver member at the European Society of Cardiology, يعني عضو تنفيذي في الجمعية الأوروبية لأمراض القلب. We, I am very happy إن أنا أشوف طلبة من عندنا قاعدين قدامي. فأنا هقول المعلومة وهم يقولوا أمين. First of all, هو أنا ليه واقف هنا؟ أنا ليه واقف قدامكم دلوقتي؟ أو إحنا مين؟ Future University, صح؟ Okay. We are FUE. What is FUE? Okay. Okay. We are the top ranked private university in Egypt. We are the first or ranked number first private university in Egypt according to the QS World Universities Ranking. يعني في criteria very tough and very standardized way. The most credible criteria, we were ranked as the first private university. So we are unique. How? We'll see now. So actually, according to QS ranking, we were ranked as the 10th university among all African universities and one of the top 100 Arab universities. That's in statistics. And actually, we were one of the top 1,000 universities, and this is a very big issue. فبالتالي بقى the icon عمر أديب invited our president, Professor عبادة سرحان, to discuss how we did achieve this achievement. إحنا فين؟ إحنا في التسعين. الطريق لينا سهل جدا. We are a very strategic place. إحنا 20 دقيقة من مطار القاهرة. فبالتالي إحنا في new center of Cairo. 80 دقيقة من الزقازيق و 80 دقيقة أو أكتر شوية من السويس. تمام. طب إحنا بندرس إيه في الكلية بتاعتنا؟ أو في الجامعة بتاعتنا بندرس إيه؟ ايه اللي بناخده في الجامعه بتاعتنا؟ كليات يعني. اوكي نشوف. طيب اول حاجه نحب نبدا بيها هي اورال اند دنتال ميديسن. حقيقي دي كليه عظيمه جدا وفيري فيري يونيك. ليه فيري يونيك ات اف يو اي؟ علشان وي ار ذا اونلي برايفت يونيفرستي اللي عندنا فول هوسبيتال ديبارتمنتس. يعني ايه الموضوع ده؟ يعني احنا عندنا المريض عندنا الطالب يتعرض لجميع انواع الخبرات الطبيه من اول الاوت بيشنت اللي هو مريض العيادات اللي بره اللي ماشي على رجليه عادي جدا لحد الاي سي يو اللي هي الميجر سيرجري اللي هي العمليات الكبيره اللي محتاجين فيها تخدير. فاذا الطالب عندي هو الطالب الوحيد among all private universities اللي بيقدر يشوف الميجر سيرجريز. يعني ايه مريض بيبات ويعني ايه النهارده ايه يعني ايه تحضيرة عملية يعني ايه بوست سيرجري كير. كل ده انت بتشوفه من ابتداء من سنة اولى مرورا لغاية سنة خمسة والامتياز بتاعك. فانت النهاردة بتخرج معاك very huge experience. مش بس كده, احنا النهاردة في اسنان عندنا حاجة اسمها مايكروسكوب لاب, which is the most advanced احدث تقنية للحشو. وده معناه ان انت you are always updated to the most advanced science. اوكي ايه تاني عندنا في اسنان؟ ان انت you are fully covered. يعني ايه fully covered؟ يعني you pay nothing. No patient fees, no material fees, no needed fees to be paid during your scholar year. طيب دي كلية أسنان. ايه كلية تانية عندنا؟ economics and political science. دي كلية العظماء, كلية الوزراء دلوقتي. تمام. والكلية دي فيري يونيك ان احنا الجامعة الخاصة الوحيدة اللي فيها political science. وعندنا في الكلية دي تخصصات كتيرة زي political science زي economics. وعندنا تخصص حلو قوي هو political mass media.
يعني ايه بوليتيكال ماس ميديا؟ يعني انا النهارده نفسي اكون اعلامي، بس في نفس الوقت انا عايز الشهاده بتاعت سياسه واقتصاد، علشان هي دي شهاده قويه، ودي دلوقتي از هايلي نيدد في البوليتيكال كوميونيتيز. طيب اعمل ايه؟ فانت النهارده في الكليه دي عندك التو كومبيتيتيف ادفانتج بتاعت ان انا النهارده عندي شهاده سياسه واقتصاد، وكمان ان انا النهارده هكون اعلامي سياسي او هشارك في دور الاعلام السياسي. تمام. ايه كمان عندنا في الكليه دي؟ عندهم very strong training في أكبر البنوك والبورصة المصرية والشركات المصرية، فحقيقي الكلية هنا very very unique. طيب إيه تاني مهم؟ أي بقى اسم الكلية اللي جاي هو Computers and Information Technology. يعني إحنا مش بس Computer Science، Computer Science دي الأمبريلا الكبيرة وده department كبير عندنا، تمام، لكن مش ده بس التخصص. اوكي، احنا عندنا كمان ديبارتمنت انفورميشن سيستمز، علشان الناس المهتمين دلوقتي بالارتفيشال انتليجنس وده عصر الاي اي، الناس المهتمين بالبيج داتا اناليتكس، فانت ده الحته دي ملعبك، او الحته دي هي دي الجزء اللي انت هتدرسه فيها. وكمان علشان الكوميرشال ابلكيشنز، ما انا النهارده عايز ابيلد نتورك لشركه، عايز اعمل سيستم لشركه، هو دي جزء الانفورميشن سيستمز. ايه كمان عندنا في الكليه دي؟ ديجيتال ميديا تكنولوجي، وده للناس اللي هم انترستد قوي في فكره الجيمنج وفكره الكودنجز، حتى الميديكال ابلكيشنز، احنا عايزين نعمل ميديكال جيم، ميديكال سيميليشن، ده جزء الديجيتال ميديا. طب ايه مميز قوي في الكليه دي؟ ان دي كليه حاسبات الوحيده اللي سيرتيفايد بحاجه اسمها NCF certificate. يعني ايه NCF؟ يعني ناشونال كومبتنسي فريم ورك من وزاره الاتصالات. يعني ايه الموضوع ده؟ معناها ان الways of education في الكلية دي خلاص in line أو meeting the community needs، احتياجات سوق العمل، ودي very fine certificate. تمام. طيب ايه تاني عندنا؟ عندنا كلية تجارة وإدارة أعمال، زي جواها accounting وmarketing، وعندهم very strong MBA program بعد الدكتوراه. تمام. طيب ايه تاني؟ كليتي، وانا طبعا لازم اكون فخور بكليتي، وعندنا طلبه من صيدله، فالكليه عندنا فيها شقين، فيها شق لمحبي شغل المصانع وتصنيع الدواء والدراج ديزاين، دي فارم دي، وعندنا سبيشاليتي ثانيه فارم دي كلينيكال، ودي للناس اللي هم زي كده اللي عايزين بقى شغل المستشفيات واي سي يو واورام، ونظبط الادويه وظبط الجرعات، ولازم لازم نقف مع المريض ونشوف البديل الارخص، ونحاول ان المريض بتاعنا ياخد الدواء على اكمل وجه. ده بالنسبه لي صيدله. لاست اند نوت ليست، ودي طبعا كليه عظيمه جدا، وهي انجينيرنج. تمام. انجينيرنج طبعا تخصصاتها كتير جدا، اركيتكتشر، بس حتى اركيتكتشر عندنا مش بس واقفه على ان انت هتعمل الديزاين الاخير بتاع العماره من بره كده وخلاص، لا، انت بتتعلم جوه كمان انتيريور ديزاين، ودي كانت مشكله دايما لاهل العماره، ان هم دايما هي از جود ديزاينر، لكن هو من جوه ما اتعلمش السكيلز او ما عندوش الكومبتنسي ان يستلم ويسلم من العمال. تمام. فاحنا لا، احنا النهارده بنعلمك الفاين سكيلز دي اللي انت محتاجها، سواء تصميمات خارجيه او داخليه. ايه كمان عندنا في الكليه دي حلو جدا؟ هي بايوميديكال انجينيرنج. انا نفسي اخش كليه الطب، بس انا مش عايز القطاع الطبي. اوكي، وانا حابب قوي طريق الهندسه، وهندسه دلوقتي جود اوبورتيونيتي، فبالتالي طب انا ازاي اجمع بين الهندسه وبين الطب؟ في تخصص حلو جدا عندنا اسمه بايوميديكال انجينيرنج.
تمام. يعني ايه هو ده؟ النهارده احنا كل العيادات اللي انت بتشوفها، كل المستشفيات اللي انت بتشوفها، ما نقدرش نشتغل غير بمايو ميديكال انجينيرز، هم اللي بيساعدونا في حتى تصنيع الاجهزه وصيانه الاجهزه زي اجهزه التنفس الصناعي اللي احنا بنشوفها في المستشفى. هم المسؤولين عن كل الماشينز في الميديكال فيلد بتاعنا. فانت النهارده في التخصص ده بتبقى جمعت بين الشؤون الطبية زي ما بنقول كده وبين الانجينيرينج فيلد. طيب في سؤال، ار وي يونيك؟ ما هو الكلام ده حلو قوي. ار وي يونيك يعني في حاجة مميزة ممكن نعملها؟ اوكي اصلا في حاجة مميزة ولا مفيش حاجة مميزة؟ طيب تعالى نشوف. احنا حقيقي الجامعه بتعمل سبورت جدا لليانج جينيريشنز، وحقيقي ستارتنج فروم ذا بريزيدنت يونيفرسيتي اونر دكتور خالد العزازي اند يونيفرسيتي بريزيدنت بروفيسور عباده سرحان، سبورتنج جدا فكره ان الطالب لازم يعدي بمراحل كتيره للتعليم او مراحل مختلفه للتعليم، بيكوز كواليتي ايدكيشن از يوزوالي ترانسفورماتيف. فبالتالي احنا عندنا الطالب عندنا بيعدي باول مرحله من التعليم وهي الاكسبوجر، تروح تحضر محاضره، تحضر لاب، تتفرج على فانكشن معينه، تشوف فيديو معين، لا اكسبوجر، انت بتتعرض للاكتيفيتي اللي مطلوبه منك. تمام، بعد كده اتفرجت خلاص، تعالى بقى ننزل الملعب، تعالى ننزل تشوف وتشتغل بايديك. فبنبدا بقى عمليه البلاندد ليرنينج، بنبدا لا خلاص بقى تعالى انت هتبدا ايدك معانا، انت هنا كنت في الاول كنت شادو بتتفرج علينا بس، لكن هنا هتبدا بقى تحط ايدك. احنا دايما حتى بنقول ان الطب صنعه، احنا عندنا طالب اسنان بيبدا شغل على سيميليترز من سنه تانية. تمام، ليه؟ عشان الهاند سكيلز مهم. اوكي، مش بس ان انت شفت او حضرت محاضره. تمام، ايه تاني عندنا النهارده؟ طلبت صيدله من سنه ثالثه، لا انزل يلا بقى مستشفى ووريني هتعرف تعمل بيشنت كير، عنايه بالمريض ولا لا، ولا هنروح رصين الادويه كده ويلا نقلب. تمام، طيب بعد مرحله الاميرشن اللي هو انت انغمست في فريق العمل، بنخش بقى مرحله الايه؟ الكومبتنسي بقى، اللي هو انا جدير او انا النهارده قادر ان انا اعمل الفانكشن دي، انا قادر ان انا اعالج المريض ده على حده في غياب المشرف بتاعي او في غياب الدكتور النبطشي عني، او في على حسب بقى كل تخصص. You are competent, you are mastering this function according to your activity. طيب ليه لازم اخش الاف يو اي؟ ليه لازم اكون في الاف يو اي؟ لازم ولا مش لازم؟ طيب لازم اكون في الاف يو اي. طيب اول حاجه طبعا احنا كل الكليات عندنا ما عدا كليه واحده بس، كلهم معتمدين من هيئه نقاء لهيئه قوميه لضمان الجوده. وده معناه ايه؟ ده معناه ان في هاي كونسيستنسي اوف كواليتي ايديوكيشن اول اوفر 5 years او الفور years بتاعت البكالوريوس بتاعك. دي اول نقطه. النقطه الثانيه، عندنا كليه زي كليه صيدله دلوقتي on way to be accredited تجاره عشان برامجها كتيره جدا. تمام خلاص، بس هم قدموا يوم 20 عشان عندهم برامج كتيره جدا. بالظبط، كل الكليات عندنا ليها شريك اجنبي. يعني ايه شريك اجنبي؟ يعني له دور يا الا في الاشراف على العمليه التعليميه يا الا في التدريس. وده مثلا عندنا جامعه زي ميزوري في امريكا دايما عينهم على الاثنين اوائل في بتروليوم انجينيرنج، بيحبوا جدا ياخدوا الاثنين اوائل في بتروليوم انجينيرنج. عندنا برضو يو سي لان، ودي بتشارك في الستاف اكستشينج. و تو بي اونست، مثلا ماي كيس فور اكزامبل، الجامعه لما شافت ان انا اي هاف ذا بوتنشال واي ام اكتيف، فكانت الجامعه سبورتنج جدا انها تسفرني عشان اخد الدكتوراه بتاعتي من جامعه يو سي في ايلاند. فالجامعة جدا متشجع. وعندنا دكتور مثلا تاني في اسنان في جامعة بون، وبرضو ستيل هو خلص الميشن بتاعته، لكن ستيل بتوين هير اند ذير، وشغال في جامعة بون وشغال في الاف يو اي. فالجامعة سبورتنج جدا، عندنا اكتر من 150 سكولرز اراوند ذا وورلد.
ايه تاني؟ عندنا جامعة كيس ويسترن دي بالشراكة مع اسنان، وعندنا جامعة سنسيناتي في امريكا working with political science و computer science و commerce، وعندنا جامعة UCC University College Cork. و UCC Pharmacy is one of the top 50 pharmacy schools around the world. Here is a snapshot للشباب بتوعنا، ان احنا مش بس في اجانب يدرسوا عندنا حسب الجامعه الشريكه، لا ده احنا كمان بنسافر في الصيف، وهتلاقوا صورتي هو واقف في النص ان شباب صيدله جولي، وانا كنت لسه سنه اولى دكتوراه، شباب صيدله جولي، وبنقعد في الكامب 14 يوم، وبنقعد في مصنع او في مستشفى، نقعد نشتغل مع الناس، وفي ناس من دفعه اللي قاعدين قدامنا حضروا معانا كورج. نفس الكلام في بوليتيكال ساينس، والشباب سافر يو اس ولمده 21 يوم كل صيف. تمام. طيب في سؤال، يعني هو الموضوع كله علم علم علم، اوكي. طب بالنسبه لحياتي الشخصيه، عايز ارفع عن نفسي شويه، اوكي، عايز اعيش حياتي. طبعا احنا وي هاف ا كومبريهنسيف سكولر جيرني، فعلا احنا مؤمنين ان سن الجامعه ده اهم سن لتكوين فكرك، لتكوين شخصيتك، لتكوين يور فيوتشر كارير، وحتى الشعار بتاعنا كده تيك ستاب تو فيوتشر فور ا بيتر فيوتشر. طيب احنا ايه تاني عندنا؟ طبعا ماني كلوبز، ماني سوسايتيز، عندنا فيري جود اند بوتنت ستودنت يونيون وليهم اكتيفز، عندنا كوميونتي مثلا اسمها اي بي اس اف، الاتحاد الفدرالي للطلبه الصيادله المصريين، بيعملوا اونس كامبينز. هتلاقوني انا ميال شويه للصيدله عشان انا بحب الصيدله، ام فيري باشن عن شغلتي يعني. تمام. عندنا برضو كوره، عندنا بوكسينج، عندنا نحت، عندنا رسم، عندنا حقيقي الواحد بيشوف في الاكسبوجر اللي بيتعمل او اف يو اكسبو، بنشوف فيري هاي تالنتس. ايه كمان؟ طبعا عندنا ميديكال انشورنس فروم داي 1 ويذ نكست كير، كومفورتبل اكوموديشن في الرحاب، والجامعه كل سنه بتعمل امبلويمنت فير علشان احنا علمناك، وكمان عايزينك تشتغل في حته حلوه، وبتلاقي ايجيبت اش، لامبرشير، هاليبرتون، ليوني، يونيليفر، بي ان جي، بيبقوا فاتحين بوث عندنا في الامبلويمنت فير. طيب هل الرحله انتهت؟ لا. تمام. عندنا كليه تجاره عندها فيري سترونج ام بي اي للناس بتوع اللي شغالين في الاداره، وشغالين في السيلز، وشغالين في الماركتنج. عندنا كل الكليات بتدي درجه ماجستير، عندها شهاده الماجستير وبعض التخصصات في الدكتوراه. عندنا مثلا فيري سترونج ماستر ديجري ان كلينيكال فارماسي، يعني حقيقي الماستر ديجري بتاعتنا عباره عن ريسيرش في اول سنه وثاني سنه هوسبيتال براكتس، يعني بتشتغل في المستشفى زي بالظبط as designed in Europe. تمام. طيب افرض انا تايه، ما انا النهارده مش عارف انا عايز اعمل ايه، او انا مش محدد اهدافي، فايه الحل؟ عندنا كارير ادفايزنج سنتر، البوكينج سيستم شغال عليه 24 hours على مدار الساعه، في 2 دكاتره سبيشالايزد ان كارير ديفلوبمنت، انت بتحجز ميعاد وتروح تقابل الدكتور حسب الكليه اللي انت عايزها. تمام. وتبدا يتكلم معاك، يبص السي في وتشوف الفرص المتاحه دلوقتي، ينفع تقدم في ايه، فرصك عاليه في ايه، وفرصك بعيده في ايه، وده شغال على مدار السنه. ايه كمان عندنا؟ طيب ما انا افرض اشتغلت، وبعد ما اشتغلت لقيت ان في سكيل معينه ناقصاني، او لقيت حاجه معينه ناقصاني. ايوه، احنا عندنا كونتينيوس education بيعمل around the year many courses و many workshops، ان انت النهارده في focused function محتاجينها، او focus knowledge محتاجينها بيعملها. وكان حتى وقت الكوفيد كنا
طبعا كان في لوك داون، ومع جامعه سنسيناتي بوليتيكال ساينس عملوا ورك شوب حلوه جدا عن موبايل جورناليزم وفيري هاي اتندنس، والناس طبعا هم في تحضر فيزيكالي بس دي تو لوك داون نظرا كنا قاعدين كلنا في البيت اتعملت اونلاين. على كده بقى في صيدله سكين كير كورسز عشان الصيادله اللي عايزين يفتحوا عيادات تجميل. تمام. طب في سؤال، يعني انا النهارده لما ادخل الجامعه هشتغل ولا مش هشتغل؟ طيب ولا اعمل ايه؟ طيب اوكي ولا خلاص كده؟ اوكي according to our last statistics 92% of our graduates got a job or secured a job within 6 months of their graduation. تمام. However, 2% of our alumni launched their private business. يعني 2% قال لك احنا مش عايزين نشتغل في شركات، احنا عايزين نلونش او نعمل احنا البيزنس بتاعنا. وحتى عندنا في جراديويت في صيدله فاتحه هير سكين كير كلينيك في الداون تاون في التجمع الخامس، وش از انفايتنج ماني كوزمتيشنز، وشغاله از ا بيج برايفت بيزنس. طب حلو قوي الكلام ده ان جنرال، بس انا قلت ان انا فيري بايس للصيدله، فانا لازم اتكلم على صيدله في اي ايفنت بروحه. اوكي طيب اشمعنى صيدله؟ احنا في صيدله بنطبق فيري يونيك تايبس اوف ايدكيشن، حاجه اسمها اكسبيرينشال ايدكيشن تعليم تجريبي، وحاجه اسمها انتر بروفيشنال ايدكيشن. يعني ايه الموضوع ده؟ يعني انت حضرتك العملي بتاعك بتاخده في 57 53، ولو انتوا بتتفرجوا على اعلان 57 بتلاقوا الكلينيكال فارماسيست اللي بيقعد يحرك جينات كده، يقعد يحرك حاجه زي على الحيطه كده على شاشه. تمام. وبتاخد العمل بتاعك في بهية، وطبعا UCC بيقولنا كل ترم وبيدرسوا نص المناهج بتاعتنا، فانت النهاردة بتتعرض للمدرسة الطبية الايرلندية والمدرسة الطبية المصرية اللي هو احنا، بالاضافة ان اصلا اكتر من 50% من الدكاترة بتوعنا PhD graduate abroad. جامعة سان جون فيشر في أمريكا بتيجي تدي كورس في سنة 5، والطلبة بتاعتنا بتسافر، وانت قدامك التو اوبورتونيتيز، يا إلا تسافر كورك يا إلا تسافر سان جون فيشر علشان تاخد السمر تريننج بتاعك. طيب ده بالنسبة للإكسبرينشال إدوكيشن اللي هو أنا العمل بتاعي هعمله بإيدي، مش مجرد بس إن هيكون لاب بيزد في الجامعة. إيه كمان؟ النهاردة عندنا حاجة اسمها إنتر بروفيشنال إدوكيشن. يعني IPE يعني ايه؟ يعني احنا النهارده جزء من الفريق الطبي، بس اول احتكاك لينا بالفريق الطبي بيكون بعد ما اتخرج. لا احنا عاملين حاجه حلوه قوي مع اسنان عندنا، ان لا احنا مش عايزين الفريق الطبي او اعضاء الفريق الطبي يفاجئوا ان هم لازم يتعاملوا مع بعض لما يتخرجوا. لا احنا هنعلمهم من سنه ثالثه ان انتوا هتدرسوا مع بعض وتاخدوا قرارات مع بعض واحترام راي الاخر. احنا عندنا مشكله مثلا يقول لك ايه ده، مين اللي كتب الكلام ده، مين اللي عمل كده؟ تمام. احنا مش عايزين الحاجات دي، لا احنا عايزين نتعلم ان احنا وان تيم، فاحنا عايزين نشتغل مع بعض. فبالتالي من سنه ثالثه بتبدا تشتغل مع الفريق بتاعك. دي سناب شوتس، دي هم الطلبه بتاعتنا في صيدليات بوس زي العزبي عندنا، ودي ويف الثالثه للطلبه بتاعتنا، وهنا في 57 لما راحوا في مرحله بقى الاميرشن، البس اللبس وخش. تمام. طيب عشان انتوا قاعدين قدامي النهارده، فبالتالي FUE is offering you a 10% discount for everyone who will register during the 3 days of EduGate. في very special list of discounts، فبالتالي قبل ما تمشي اسال على لستة الديسكاونتس up to 20%. تمام. وفي special discount لو ليك اخ جوه او في اخ هيدخل، والكلام ده حلو قوي بس for students. طب البيرنتس ما فكرناش فيهم؟ لا طبعا فكرنا في البيرنتس، وعندنا ابلكيشن اسمها بالكاش، هتدفع الفلوس واحنا والبيرنت يقسط على 12 شهر مرتاح. تمام. ده الكيو ار كود بتاعنا، سكرين ات بليز، وعايزين نتقابل في البوث بتاعنا. وعايزين دلوقتي عندنا بس هيتحرك الساعه 1 عشان نعمل تور في الجامعة كامبس تور، وفي باص تاني هيتحرك الساعة 2، فأنا هكون هناك في الجامعة، عايز أشوفكم كلكم هناك. Thank you very much. I welcome any questions.